السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للفرد الثاني في الدورة الأولى مكون النشاط العلمي للمستوى الثاني. وللتذكير فقط ستجدون رابط صفحتي على الفيسبوك نزال التعليم زائديكاسيون في صندوق الوصف للتزود بنماذج للفروض لجميع المستويات. إذا نبدأ على بركة الله، التمرين رقم 1، أصل كل مفصل بموضعه. إذا الركبة، مفصل الركبة، ركبة، إذا هذا هو مفصل الركبة. كاحل، موضع مفصل الكاحل. ورك، موضع مفصل الورك. مرفق، إذن مفصل ومفصل المرفق. كوع، مفصل الكوع. وأخيرا كتف، هذا هو مفصل الكتف. ط هو مفصل الكتف. إذن ركبة، كاحل، ورك، مرفق، كوع، كتف. إذن أكتب نوع الحركة. إذن الحركة الأولى هي حركة بسط، ثني أو دوران. إذا الحركة الأولى هي بسط، بس هذه الحركة حركة دوران. إذا دوران، وحركة ثني حركة الثني، ثني. إذا بسط، دوران، ثني. أصل كل سن باسمه وأحدد دوره في الأكل. إذن هذه قواطع. إذن قاطع أو قاطع، قاطع. إذن درس، ناب، قاطع. إذن سنصل السهم الأول بكلمة قاطع. إذن القاطع ماذا يفعل للأكل؟ يقطع الأكلة، قطع الأكلة. إذن هذه أدراس. إذن درس، يطحن الأكلة. إذن يطحن الأكلة، هذا ناب. إذن ناب يمزق، يمزق الأكلة، تمزيق الأكل. يمزق، نقول الدرس طحن الأكل أو يطحن الأكلة. إذا طحن الأكل الأفضل، طحن. إذا طحن لأن هنا كسرة، طحن الأكل. تمزيق الأكل، الناب تمزيق الأكل. والقاطع تقطيع الأكل. إذا السؤال الرابع أو التمرين الرابع، أكتب عبارة صحيح أو خطأ. أتسلى بالهاتف المحمول ولا أمارس الرياضة. إذا دائما أحمل الهاتف المحمول وأتسلى به ولا أمارس الرياضة، إذا خطأ، هذا سلوك خاطئ. أمارس الرياضة لأحافظ على سلامة مفاصلي. نعم، ممارسة الرياضة تحافظ على سلامة المفاصل، صحيح. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. قبل إغلاق الفيديو، فضلا وليس أمرا،
الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد، ولا تنسوا مشاركة المقاطع مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة، وترك بصماتكم وتعليقاتكم المحفزة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.